سلامة كل العطلة ورا العيال من غرفة لغرفة. إن شاء الله الشهر الجاي يردون المدرسة. وكل ما كثرت القعدة في البيت كثرت حوادث الأطفال من اللعب والركض وقلة الانتباه. حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية 63% من إصابات الأطفال تحدث أثناء اللعب و 56% منها داخل المنازل. أكيد يا سلامة ما تقدرين تكونين مثل كاميرات المراقبة، لكن احتياطات صغيرة تساعدك. خلي قطع الحماية البلاستيكية على الزوايا الحادة، خاصة الطاولات في غرفة الجلوس وغرفة الطعام. حطي حواجز على السلالم وتسكرين المنافذ الكهربائية، ولا تتركين أي أدوات حادة أو قطع صغيرة. حتى إذا كان شرشف الطاولة كبير، ممكن الأطفال يسحبونه ويطيحون على أرواحهم الأطعمة والسوائل الساخنة. والصراحة أحسن شيء ما يدشون المطبخ بروحهم. فالش طيب يا سلامة. وجع الرأس من أخذ الاحتياطات أحسن من وجع الرأس عقب الحادث لا سمح الله. خلي عيونك على أطفالك عشان تكون إجازتهم سعيدة للجميع، وعساكم دوم بصحة وسعادة.